مشاهدينا، وللحديث عن واقع المعتقلين في السجون الحكومية في ضوء تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، معنا مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. نرحب بكم دكتور. أهلا وسهلا. يعني تعذيب وابتزاز وأعدام هي سمات السجون الحكومية في العراق الجديد بحسب تقريركم الأخير، لماذا تحتاج الحكومة والسلطات الحكومية لاستخدام كل هذا ضد المعتقلين العراقيين؟ تحية لك أخي مجددا ولجميع المشاهدين. حياكم الله، نرحب بكم. تعلم جنابك والمشاهدون أن الحكومات المتعاقبة في العراق بعد 2003 هي حكومات احتلال. نعم. والسلطة الاحتلال في بداية يعني غزو العراق واحتلاله، حتى قبل أن يأتي بول بريمر كان جاي جيرنر وقال يعني احنا استأنفنا بناء 7 سجون كبار من السجون الكبرى في البلد، وهذا عده هو شخصيا إنجازا للسلطة الاحتلال. نعم. ما المراد من هذه السجون؟ المراد هو أولا طبعا تعلم جنابك أيضا والمشاهدون أن هنالك محافظات استشعرت مخاطر الاحتلال مبكرا ورفضت الإذلال والرضوخ إلى هذا الاحتلال. نعم. وبالتالي كان من الأدوات، إحدى الأدوات الحقيقة للنيل من كرامة أبناء هذه المحافظات هو السجون. فبدأ الاعتقالات العشوائية، وبدأت الاعتقالات التعسفية، وبدأ التعذيب الوحشي والأساليب السادية. وإلا هذا طبعا أيضا يفسر لنا جزءا من حقيقة أن ما يجري في أروقة التحقيق أثناء الاحتجاز، نعم، يعني لا يمكن أن يكون الهدف منه هو الوصول للحقيقة، لأن أساليب التعذيب المتبعة هي أساليب سادية تنم عن حقد دفين تجاه، يعني اليوم لا أبالغ إذا أقول أكثر من 95% أو 97% من المعتقلين هم من العرب السنة، وبالتالي الكل يعلم دور المحافظات ذات الغالبية السنية في مجابهة ومناهضة الاحتلال ومقاومة الاحتلال، وبالتالي أصبحوا يعني هدفا، و يعني هذا النتيجة المحصلة. لذلك أخي الكريم، نعم، هذا هو سمات السجون الحكومية المعلنة في العراق الجديد الذي تشدقوا به وتحدثوا أنه سيكون بلدا ديمقراطيا. نعم. ونموذجا، لكن هذا كله حقيقة لا حسب يعني الادعاءات. نعم. الأمريكية. نعم دكتور، ما الذي نعم. يمنع ما الذي يمنع القضاء أو مفوضية حقوق الإنسان في البلاد من فتح تحقيقات مستقلة بهذه الانتهاكات التي تشهدها السجون الحكومية، مع توثيقكم وفاة 36 معتقل في المدة أو في الأشهر الماضية، معظمهم في سجني الناصرية والتاجي، والغالبية يقولون إهمال طبي أو أساليب أو أسباب غامضة للوفاة؟ نعم طبعا، هذا نحن الرصد والتوثيق هذا ما لا يقل عنه، يعني هنالك الحقيقة في الواقع أرقام ممكن أن تكون أكبر من ذلك. نعم نعم. لكن فيما نحن فيه أخي الكريم، القضاء يعني في العراق تشوبه عيوب كبرى، يعني في بحالة الصيغة الدبلوماسية القضاء في العراق تشوبه عيوب كبرى. نعم. هذه العيوب الكبرى في يعني في أصلها هي أو في مقدمتها هي فقدان المحاكمات لأبسط مقومات المحاكمات العادلة. لا توجد حياد، الحياد مفقودة، الاستقلالية مفقودة، حق الدفاع مفقود،
يعني حتى من المحامين، هنالك كثير من المحامين الذين نتواصل معهم يقولون أنه حتى في حال أن ننوي الدفاع عن المعتقلين أو عن الأشخاص الذين فارقوا الحياة تحت التعذيب، أو في ظروف غامضة بين يعني بين قوسين، هذه أيضا طبعا هذا كله يصبح المحامي نفسه قيد يصبح الاتهام. هدفا وقيد الاتهام، نعم، والتهديد والمطاردة والملاحقة، ويعني هذا كله حقيقة هذا هو الواقع في العراق. صحيح. يعني ليعلم الجميع أن هذا هو الواقع، مأساة مركبة، الشعب العراقي يدفع ثمنا باهظا لا يزال من غزو العراق إلى اليوم، وهذا جزء يعني مع الأسف هذا جزء بسيط من الثمن الكبير الذي يدفعه العراقيون في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. طيب دكتور، لماذا يعني ذكرتم أسباب كثيرة من ضمنها الإهمال الطبي، لماذا يتم منع المعتقلين من الحصول على الرعاية الطبية؟ ما الهدف من حرمانهم من الطبابة؟ وفي ذات الوقت كأنه هناك قسم من المعتقلين يحصلون على قرار إعدام فيعدمون مباشرة، وقسم آخر بالإهمال الطبي يقتلون بالموت البطيء. نعم، هذا أخي من سلسلة الإذلال وسلسلة الحرمان وسلسلة النيل من كرامة الإنسان، أن يحرم من أبسط الحقوق. السجون مرافق الاحتجاز في العراق، هي مرافق تفتقر لأبسط مقومات الإنسانية، لا يوجد فيها خدمات، لا توجد فيها حتى يعني تهوية كافية لمن يعني للقابعين خلف أسوار هذه السجون. حقيقة يعني تخيل أخي الكريم، هنالك من يموت خنقا، وفي حالات كثيرة حقيقة سجلنا في السنوات الماضية من ماتوا خنقا لأنه لم يسعفهم، لا توجد تهوية كافية، والاكتظاظ الموجود والإمعان في يعني المعاملة السيئة والمعاملة القاسية، أيضا يعني دكتور هذا لو إمعان تذكر من قبل الإدارات. لو تذكر معي السنة الماضية والأشهر الماضية شهدت تفشي وباء التدرن والجرب ووباء كورونا، ولم يحصلوا أيضا على الرعاية الطبية الكافية. بالضبط أخي الكريم، يعني هذه وباء كورونا حقيقة فضح الموضوع بشكل كبير، وإلى اليوم يفارق من المعتقلين من فارق الحياة في هذه السنة في الأشهر القليلة الماضية بسبب كورونا، لكن لماذا؟ لأنه لا يحصل على لا لقاح ولا علاج ولا متابعة ولا رعاية ولا أصلا، يعني هنالك من في جملة الشهادات التي سجلها ووثقها قسم حقوق الإنسان، هنالك من المعتقلين من كانوا يتعرضون إلى التعذيب والتعذيب الوحشي حتى يعني باتوا بحاجة إلى معالجة تداعيات هذا التعذيب، فطلب من السجانين أحد الضحايا أن يأتوا له بعلاج أو طبيب أو دواء، فرفضوا، ويعني رفضا قاطعا، وعندما طلب أن يعني يذهب إلى المستشفى أو إلى جاءوا به وأخرجوه بالضارب المبرح والصعق بالكهرباء حتى حقيقة فارق الحياة. في الحال يعني في ضوء هذه الحالات دكتور، عفوا في سؤال أخير في عجالة، ما تقييمكم للمنظمات الحقوقية في متابعة أحوال السجون والمعتقلين في العراق وما يتعرضون له من التعذيب؟ هل استطاعت المنظمات الحقوقية من زيارة السجون العراقية والحكومية في العراق وتقييم أوضاع السجناء أو زيارة جميع المعتقلات بين قوسين؟ لا أخي قطعا لا، هذا يعني حتى اللجنة الدولية وهي يعني الحقيقة لها دور في هذا الموضوع لم تستطع أن تزور السجون لمدة سنين،
بسبب الرفض والإصرار على الرفض من قبل السلطات وإدارات السجون على يعني ترفض هذه الزيارات، وهنالك زيارات طبعا. أما الزيارات المفاجئة فهي ممنوعة منذ 2003، يعني بعد 2003 الزيارات المفاجئة ممنوعة منعا باتا. نعم. ولك أن تتخيل والمشاهدون الكرام ماذا يعني هذه الحقيقة، لأنه وهنالك بعض الزيارات التي كان ترتيب لها مدة 3 أشهر وأربعة أشهر، 4 أشهر حتى تتم زيارة، معلومة الموعد ومعلومة الجهة الزائرة وكل شيء. يعني ماذا سيجدون؟ ومع ذلك يجدون الأهوال، ويجدون لأنه ويرصدون الكم الهائل. نعم دكتور. نعم والكم الهائل حقيقة من المآسي وما يعيشه المعتقلون في السجون الحكومية المعلنة. نعم حقيقة دكتور. أمر لا يمكن وصفه في كلمات قليلة أو في يعني حقيقة. نشكركم دكتور ونعتذر لضيق الوقت. الدكتور أيمن العالي مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لوجودك معنا.